اهلا بحضراتكم من جديد. كان حلما فهوى، ده بالظبط اللي ممكن نوصف بيه اللي حصل لضيوفي النهارده. خرجوا كلهم من بيوتهم وبلدهم على امل تحقيق حلم الثروه، لكنهم للاسف اما ما رجعوش خالص او رجعوا بخيبه الامل. ده الحال لاغلب سكان قريه تطون في الفيوم اللي بتعد واحده من اكبر القرى المشهوره بالهجره الى اوروبا. النهارده معايا ثلاثه من ابناء تطون، وهيكون ليهم يعني هيحكوا لنا تجاربهم مع رحله السفر الى اوروبا عبر البحر. منهم اللي راح واتقبض عليه في ايطاليا بمجرد وصوله بعدما مر برحله اهوال، ومنهم اللي اتنصب عليه في ليبيا، ومنهم للاسف اللي خرج وما رجعش خالص لاهله لغايه دلوقتي. معايا الاستاذ عبد الستار شعبان، والد عماد ومفقود منذ عام 2002. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. معايا الاخ عاشور ابو غنيمه، حاول الهجرة مرتين وفشل، أهلا وسهلا. معايا الأستاذ سامي، أهلا بحضرتك الأستاذ سامي. الأستاذ سامي عطية شكري، 48 سنة، اشتغل سواق، متزوج، عنده ثلاث أولاد وبنتين من الفيوم، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. وأبدأ بال يعني أستاذ عاشور، احكي لي حكايتك إيه؟ أنا سافرت ليبيا في 2002 على امل ان انا هسافر من ليبيا على طول مباشر، يعني مش ما كانش لي اي علاقه في مصر هنا، لان السفر دايما بيبقى في واحد مثلا بيبقى ليك عميل هنا تتعامل معاه بيسفرك ليبيا، وفي ليبيا بتقابل عميل مصري تاني، بعد كده بتلاقي عميل ليبي بياخدك بيحتفظ بيك في مكان ما حدش يعرفه، بعد كده بيركبك البحر. انا طبعا سافرت اول مره على اساس ان انا مش عايز اتعامل مع حد من هنا، عايز اتعامل مع من شخصيا انا لليبي على طول يعني. فاتنصب عليا ورجعت بعد قعدت دفعت كام اول مره؟ دفعت 700 دولار. بس خليني اسالك في الاول، قبل فكره الحكايه نفسها، الاسباب ايه؟ يعني ايه اللي خلاك تفكر في الموضوع ده؟ اولا انت خريج ايه وبتشتغل ايه؟ انا كنت في معهد دراسات لاسلكيه. طبعا لما لقيت الهجره وزمايلي ناس كتيره سافرت وبقى بعد سنتين او ثلاث سنين لقيت مستقبلهم بقى كويس وافضل مني بكتير قوي، فقررت ان احد اسيب دراستي واسافر يعني. ففعلا سافرت قعدت شهر ورجعت. بعد كده جيت في 2004 اتعاملت مع حد مصري، دفعت الفلوس هنا كانت 18500 جنيه. جبتهم منين؟ والله دايما في الفلاحين يعني بيبقى عندك مواشي، بيبقى مثلا بتستلف من حد زميل ليك لما ربنا يكرمك وتمشي، مثلا تصادف مبلغ من هنا مبلغ من هنا يعني الامور الحاجه الثانيه ان كان العميل ده ليه علاقه بخالنا، فكان خالي ضامني عنده، يعني بتبقى مواضيع زي كده. ففعلا سافرت في 2004 قعدت تقريبا 20 يوم، وصلت على العميل المصري في ليبيا قعدت 20 يوم، وبعد كده خدنا العامل الليبي. خدنا طبعا بيركبك بقى من عربيه لعربيه كده يعني لغايه ما وصلنا المكان اللي هيحطنا فيه. اتحطينا مشيت لقيت فيه ناس قدام مني، يعني لقينا ايه مكان وفيه حوالي كنا 85 واحد. قعدنا تقريبا 15 يوم في المكان ده. طبعا كانت معامله سيئه جدا جدا جدا، وعانينا من حاجات كتير قوي. بعد كده حصل اختلاف بينه وبين العميل المصري، خرجنا من التخزين. الحاجه دي بيقولوا عليها تخزين، يعني التخزين عباره عن التخزين. التخزين ده اللي هو الليبي بياخدك خلاص، انت بياخدك المصري بيسلمك للليبي، الليبي بياخدك في مكان ما حدش يعرفه، لا المصري حتى العميل اللي معاه ولا اي حد غير الناس اللي هي ايه هتوصلك للبحر، يعني حاجات زي كده. هو ده التخزين. بعد 15 يوم تقريبا خرجنا من التخزين، حصل اختلاف بينه وبين العميل. ليه؟ لانه مثلا بيبقى واحد زي مثلا مش مكمل مبلغه كله، بيبقى ناس سيء. التخزين ده شيء مؤلم، يعني اشرح لنا عباره عن التخزين ده عشان الناس تعرف. التخزين دوت بياخدك في مكان، يعني احنا اللي حصل معانا ان احنا قعدنا ال 15 يوم ديت في مكان في دور تاني. اما كان يجي يكلمنا كان يقول ما ينفعش تعمل صوت، ما ينفعش تتكلم، كان مشغل التلفزيون 24 ساعه عشان لو حد عمل صوت او حد اتكلم، في عربية مثلا معدية من الشرطة الليبية ما يحسش ان في حد في المكان، لان كانت جريمة كبيرة جدا في ليبيا، يعني حاجة زي كده تمسك بتبقى جريمة
حتى الليبيين نفسهم مع التعامل، الشرطه الليبيه مع التعامل للناس اللي بيمسكوا حاجه زي كده بيعانوا من حاجات كتيره جدا في مع الشرطه الليبيه. طبعا الاكل ما كنا بناكل للساعه 8 الصبح، اكل طبعا ضعيف جدا، ما يعني ما كناش بنشبع. في بقى حمام وحاجات زي كده؟ كان في حمام كان في حمام. في وسيله اتصال باهلك تقدر تكلمهم تطمنهم عليه؟ لا اطلاقا، حتى الجواز بتاعك مش معاك بياخدوه. ما يبقاش معاك اي علاقه تثبت انك انت شخصيه مصريه. ادينا جوازاتنا وخرجونا في عربيه، كان بياخد كل ثلاثه في عربيه ملاكي او كل اربعه، بيوصلهم لمكان اقرب مكان ممكن يلاقي فيه وزاره مواصلات. رجعنا على العميد المصري تاني في الحوش اللي هو قاعد فيه. عندنا تقريبا بعد التخزين ده اسبوع، بعد كده لقينا عميل تاني، حد تاني. سمسار قصدك؟ احنا بنقول عليه سمسار يعني هنسميه مظبوط سمسار. يعني ايه عميل؟ هو سمسار بياخد الناس عشان يطلعهم يهربهم. بالظبط كده، بشكل غير شرعي. خدنا مشينا عند الراجل الليبي التاني، قعدنا في فيلا دور ارضي، قعدنا 48 ساعه. بعد كده ركبنا البحر، ركبنا كان قبل الفجر، يعني كان قبل الفجر. خدتنا عربيات افقه وصلتنا على شط البحر. مشينا شط البحر لقينا فيه ناس واقفه هناك. طبعا واحنا ماشيين هو كان قال لنا انا نسبه نجاحكم في البحر بالنسبه لي انا 1%. انا بجيب لك ماكينه كويسه، خشب كويس، بجيب لك سواق كويس، ده اللي عليا اعمله. ده ايه بقى؟ مركب زودياك؟ ده مركب كان 13 متر. مركب كان 13 متر، كنا عليه 165 واحد. بس موتور؟ موتور مركب صيد يعني. مركب صيد. فقلنا له احنا عارفين الكلام ده، وكان بيقول لنا بقى يعني ايه تصلوا انتوا مش سافرين، انتوا طبعا رحلكم رحله صعبه وربنا يوفقكم وكلام زي كده. وصلنا الشط، على الشط الليبي لقينا فيه ناس هناك. طبعا هو جايب لنا جاز، يعني معانا جاز ومعانا ميه ومعانا اكل. فقال لو انت لقيت نفسك هتغرق اغرق، بس سلم جيركن الجاز ده لواحد زميلك. الميه مش مشكله، الاكل مش مشكله، انما الجاز ده هو روحك، هو ده اللي ممكن يموتكم كلكم. خدنا الجاز. بعد كده جينا طبعا ننزل، لقيناه بيقول لي انزلوا. قلنا ننزل فين؟ الناس طبعا واقفه هناك اجسام قال انزلوا البحر. قلنا له ازاي هننزل؟ قال انزلوا. طبعا كان اول حد قدام لما نزل العربيه راح ضربه بالبنيه في وشه، وواحد جري من العربيه اللي كانت معانا، واحد جري وراه، واحنا رحنا ننزل البحر. طبعا فضلنا ماشيين طبعا في البحر حوالي 100 متر تقريبا. عوم؟ هو مش عوم يعني، هي الميه مثلا مش غويطه يعني. ماشيين عليها بس ممكن نغطي هنا مستوى كده. ولقينا زديق صغير، قال كل 10 هيركبوا واحد من ده. ركبنا الزيديا ومشينا، بس مش متذكر يعني فتره كده حوالي نص ساعه مثلا لغايه ما وصلنا للمركب. ركبنا المركب ووصلنا لمبطوزه ايطاليا تبع جزيره بعد الفجر، يعني بين الفجر مثلا وطلوع الشمس في الوقت ده. لان احنا واحنا ماشيين اللي خلانا شفنا نور احمر كده واحنا في الميه على بعد مسافه كبيره جدا. حاولنا نرمي الاكل اللي معانا والميه اللي معانا والحاجات اللي هي ممكن مثلا تخلي حد يتعرف على شخصيتي ان انا مصري. بعد كده جت الزيديا ايطالي جت علينا. طبعا لا كانت مركب الاول، جت لنا مركب. ليه المركب بتاع؟ طبعا السواق ساب المركب بتاعنا وقعد معانا. اما وقفت المركب الموجه ممكن تغرقها، يعني حسيت ان احنا هنغرق. قعدنا نصوت ونزعق وبتاع، راحوا قاعدين المركب بتاعتهم بعيد واتصلوا وجابوا زديق صغير. راحوا مقربين على المركب بتاعتنا وعلقوها في المركب الكبير وودونا للجزيره. طبعا احنا مشينا الجزيره، قعدنا 3 أيام في الجزيره. كان فيه سبع افراد مصريين، خاصه من عندنا من الفيوم يعني، وتقريبا من نفس القرى اللي حوالينا يعني، كان لنا معرف بيهم. كانوا في لمبطوزه في الجزيره. قعدنا 3 أيام في الجزيرة. بعد كده رحلونا على شيشيليا، كان تانية ستة أو كان تاليستا ده معسكر. مشينا هناك لينا خدمات متوفرة، كشفوا علينا وادونا لبس السلطات الإيطالية. كشفوا علينا وادونا لبس. ما قالولكمش بقى أنتوا جايين منين؟ لا 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 إطلاقا، لا ما قالولوش، بس قالولناش يعني. طبعا قبل ما نمشي طبعا هم دخلونا الأول على الحمامات،
كنا واقفين ورانا استحمينا وكانوا مدين لكل واحد شنطه فيها لبس كامل وفوطه تنشيف وشبشب او كاوتش او حاجه زي كده يعني. بعد كده دخلنا على الكشف، كشفنا وطلعوا لنا بعد كده كارنيهات حمراء ودخلونا المعسكر. المعسكر كان عباره عن كرفان، يعني الكرفان دون فيه ست سراير، كل سرير دورين. على اعتبار انه هيقعدوك ولا يرحلوك؟ هيقعدونا لغايه ما يعرفوا شخصيتنا ايه او جنسيتنا ايه. وبعدين قعدنا تقريبا بعد 20 يوم من المعسكر، لقينا في حد جانا، احنا ما نعرفش كان ايه يعني، كان سفير او حد من السفاره المصريه. جه سالنا، قال احنا طبعا في الاثناء ديت احنا ما قلناش ان احنا مصريين. ثم عارفين طبعا. لا هم لو عارفين كانوا رحلونا، يعني ما كانوش استدعوا حد من السفاره يعني. ما كانوش استدعوا حد من السفاره، جالنا حد من السفاره المصريه. كان طبعا كنا احنا عارفين الحاجات دي يعني، اللي كانوا مشوا قبل مننا كانوا بيقولوا لنا، فاحنا كنا حافظين. كان بيقول لك حاول انك انت تغير لغوتك، ما تعرفهمش انك انت مصري او حاجه زي كده يعني. ولكن هم طبعا كان ذكي جدا يعني، كان بيسالنا اسئله غريبه شويه. كان يقول لك مثلا انت، طب انت من فلسطين، انت اللي هو عربيتك عامله ازاي؟ طيب انت الدراسات عندكم مثلا، المؤهلات عندكم يعني ايه؟ عندكم مثلا ابتدائي كده يعني. وبعدين؟ طبعا سالنا، فبعد ما سالنا كل اسبوع مثلا او كل 10 ايام نلاقي حد مننا يترحل. ياخدوه الشرطه الايطاليه وما نشوفوش تاني. على مصر. ما نعرفش بيروح فين. انت مصيرك كان ايه؟ انا هربت بعد تقريبا ما خلاص، كنا تقريبا 45 واحد. بعد ما هربت؟ لا انا مهرب، انا اتمسكت، هربت في الغاب، قعدت 5 ايام في المعسكر، 5 ايام في الغابات. كان معانا حد طبعا رجله اتكسرت، هو ده اللي تعبنا شويه. بعد كده اتمسكنا في محطه القطر، كنا متبهدلين. كان ورجعت مصر تاني، ورجعونا المعسكر. وبعد المعسكر باسبوع كنا تعبانين طبعا من قله الاكل والشرب، كشفوا علينا وكانوا عاملين لنا اكل معين كده، يعني زي ما رحت زي ما جيت. ورجعنا مطار القاهره. حاجة عبد الستار شعبان، فقدت ابنك، انت راح ابنك وما رجعش. احكي لي الحكاية. اول هام، بسم الله الرحمن الرحيم. انا ابني عماد عبد الستار شعبان محمد، انه هو سافر على ليبيا، وراح ليبيا سنة 2002، وبعد كده اتنصب عليه جماعة من هناك من ليبيا وقالوا له هنسفرك على ايطاليا. طبعا احنا ما درينا الا بقول يابا ابعت لي فلوس عشان انا اسافر على ليبيا. طبعا قلت له انا اجيب لك منها يا ابني، ان انا اجيب لك فلوس. وحضرتك بتشتغل ايه يا عم عبد الستار؟ نعم؟ بتشتغل ايه حضرتك؟ فلاح ارزاقي. صرف لي فلوس، قلت له انا اجيب لك فلوس منها دلوقتي، انا راجل بشتغل على باب الله. الحته الثانيه قال لي اذا كنت تعرف تتصرف تبعت لي فلوس مع اي حد عشان اسافر. المهم قلت انا بعت لك من جهة سافر مع ناس من هناك نصب عليهم ولا النظام الحاجات اللي زي كده. طبعا الكلام ده سنة 2002 لغاية دلوقتي احنا ما نعرفش عنه اي حاجة. ما كلمكش من ساعتها؟ ما كلمناش ولا مرة. ولا مرة. وهم 18 نفر مع بعضيهم من نفس ال 18، ما حدش منهم رجع؟ ما حدش. بلغنا الانتربول الدولي، وزاره الخارجيه، والصحافه. اعتبرتهم مفقودين مثلا؟ طلعت لهم شهادات وفاه ولا ما طلعناش؟ ما طلعناش اي اوراق خالص. الجوازات. طب انت قلبك بيقول لك ايه؟ انه عايش ولا ميت؟ انا قلبي والله اللي يعلم ربنا. انا بالنسبه لقلبي انا ما اعرفش، اللي يعلم هو. انا دلوقتي متطلب من ربنا، مش عايز اي حاجه، انا بشتغل على باب الله وعايز اربي اولادي، ومش عايز منهم اي حاجه، عايز ابني بس. يعني ما حدش حكى لك مثلا انه ركبوا وقعوا في الميه؟ يعني ما فيش اي حاجه، ما فيش اي اخبار؟ هو في ناس قالوا ركبوا، وفي ناس يقولوا ده ما نعرفش عنهم حاجه. ده الناس اللي هي كانت تعرف من نظام الليبي هناك. واحنا لغايه دلوقتي متطلبين من امر من عند ربنا، ان ربنا يبل رقنا ابوه. ربنا يطمنك عليه ان شاء الله. ولينا ولو اخوات، وانا اللي بقر عليهم، صغيرين وكبار وبنات من جوا. طبعا بتقول يا ريتك ما خليته سافر. وبقول يا ريتني ما خليته سافر، ما هو انا مش موجود هناك، هو انا هنا في مصر وهو في ليبيا.
والحته الثانيه اللي ربنا اسمه الكريم، ربنا يرجع الغايب ان شاء الله. الله وامين باذن الله. واحنا دلوقتي بلغت الانتربول الدولي ووزاره الخارجيه والجوازات هناك من سنه 2002، لا الجوازات جتنا ولا خدنا الجوازات ولا سالوا فينا، وفي الصحافه برضو كذلك. عموما النهارده يا رب يكون حد شايفك، يا رب هو يكون عايش وشايفك ولغدنا والله ربنا موجود وتتلاقوا مره ثانيه. احنا مطلبين من ربنا بس سبحانه وتعالى ان يبعثوا لنا بخير وسلامه ان شاء الله. ربنا يطمنك عليه. استاذ سامي تحت امر الحرم عطيه شكري، 48 سنه بتشتغل سواق، متجوز، عندك 3 اولاد وبنتين، مظبوط. حكايتك ايه بقى؟ والله حكايتي يعني انت رحت كذا مره او حاولت كذا مره تروح تهرب من ايطاليا؟ مرتين. بتشتغل ايه حضرتك؟ سواق. شغال سواق حضرتك. سواق على ايه؟ حاليا سواق ميكروباص. لا ساعه ما حاولت برضه كنت سواق عربية أجرة عندي. إيه اللي خلاك تفكر في الهجرة؟ والله اللي خلاني أفكر في الهجرة يعني زي ما تقول المجتمع حوالينا هناك وضعه كده. يعني أنت مثلا إيه شاب وصغير وقاعد ولسه في بداية حياتك وكده، وبتلاقي مثلا ده طلع مثلا بن عمارة، ده طلع اشترى له مثلا في الدنيا. فتطلع أنت كمان تقول أجرب حظي. فقلت أطلع أجرب حظي. طلعت ليبيا في 2003. دفعت كام بقى؟ في اواخر 2003 دفعت 16000 جنيه. جبتهم منين؟ يعني مش جبتهم، هو كان في واحد ضمن الفلوس على اساس وصولي انا. يعني لما توصل ترد. تسدد. فرحنا ليبيا وقعدنا في التخزين في بلد اسمها زواره. قعدنا في زواره ديت حوالي 35 يوم. ياه. بعد كده رجعنا طرابلس تاني. قعدنا في طرابلس فترة وحصل خلافات برضه وحصل مشاكل ورجعونا التخزين تاني. قعدنا برضه في التخزين فترة، يعني قعدنا ما بين حوالي 4 شهور. تخزين بنفس الطريقة اللي حكيت بنفس الطريقة. ما هو تخزين كله ومفيش تليفونات لا في حوش مثلا في مزرعة، حوش في الجبل لوحده ومش عارف ايه. بيحطوا الكمية فيه وبعدين بتبقى مصريين وتوانسة ومغاربة والناس من بتوع الصومال وكله بيبقى مع بعض. سافرت امتى بقى ايطاليا؟ سافرت قعدنا في الرحله ديت كان في اوائل 2004. مشينا في البحر يوم ونص والمركب عطلت. فضل الموج يرمي بيها لما ودانا تونس. لما رجعنا تونس واحنا راجعين من تونس اتمسكنا على الحدود اللي ما بين تونس وليبيا. وخدتنا الشرطة الليبية، قعدتنا في السجن بتاع 10-15 يوم، وبعد كده روحنا على البلد تاني. وبعدين؟ أصبح أنا مديون بالفلوس اللي هي إيه؟ 16000 جنيه. اللي هي 16000 جنيه. الراجل قال لي أنت ممكن تحاول تاني واللي فيه الخير قدم ربنا. وحاولت تاني؟ حاولت تاني. يعني ما حرمتش من أول مرة؟ لا ما حرمتش، حاولت تاني. رحنا قابلت واحد مصري هناك برضه يعتبر من عندنا. اتفقنا على 18000 جنيه واتصلنا على واحد ابن عم انا ضمنت. منين بقى 18000؟ ما انا ما جبتش كل ده لسه، انا ما جبتش، انا كل ده لسه عليا ديون. طبعا رحنا كنا متفقين ان احنا هنركب مركب كبيره وكده. جينا على البحر قال لك اللي موجود زودياك. كنا حوالي 75 نفر. جابوا الزودياك طوله 4.5 متر وقفلوه قدامنا ورحنا راكبين عليه 31 نفر. كنا 7 مصريين وكنا معانا يعني 2 جزائريين والباقي كان سود والجماعه بتوع اريتريا. كان من ضمن معانا 2 ستات حريم معاهم اطفال صغيره لسه وضعينها وكده. قعدنا في البحر 4 ايام. طبعا خلصنا بنزين قبل ما نوصل لمبطوزة 90 كيلو. عملتوا ايه؟ الناس اللي هم معانا بقى المهرب اللي بيتصل علينا قلنا له احنا كده واقفين في وسط البحر. معاكم قد ايه؟ قلنا له معانا جيركن بنزين واحد. طبعا مخلينه على اساس لو جت مركب كبيره نعرف نجري من قدامها كده. قال طيب امشوا شويه وخليكم شمال شويه. اتصلنا على مالطا ما رضيش تيجي تاخدنا. اتصلنا على ايطاليا قالوا لا انتوا تبع مالطا. الراجل الليبي قال ده هم بيتفاوضوا عليكم، ده يقول مش تبعي وده يقول مش تبعي.
فمشينا شويه لقينا مركب كبيره متمركزه في وسط البحر، جينا داخلين عليها. طلعت تبع هوبر السواحل الايطاليه، راحوا واخديننا راحوا مودينا لمبطوزة. لمبطوزة دي جزيره في وسط البحر فيها صليب احمر، دخلونا الصليب برضو سلمونا لبس وشطفنا وبياتنا يوم، وتاني يوم رحلونا على بلد اسمها كارتونيا. وبعدين كارتونيا بقى قعدنا فيها حوالي 4 ايام وهربنا، اتمسكنا على محطة القطر. وبعدين رجعنا مصر. وبعدين طبعا جيت حضرتك، يعني زي ما رحت زي ما جيت، زي ما رحت زي ما جيت، اصبح عليا دين، ما كانش حلت حاجة للبيت، بعت البيت سددت الفلوس اللي كانت عليا، فضل عليا حوالي 7-8 آلاف جنيه، اصبح ماليش شغله يعني حتى البيت اللي ندمان انك انت عملت العمليه دي؟ اكيد طبعا حضرتك ندمان، لان انا ما استفدتش حاجه خالص. طب الحاج انت ندمان انك سافر؟ ايوه ندمان. ندمان على العمليه دي ولا ناوي تاني تعملها تاني؟ لو لقيت فلوس همشي تاني. ليه؟ ما حرمتش؟ لا ما حرمتش. لا ليه والله؟ والله ليه يا استاذ عمرو، انا قدمت في كده شغل هنا الفلوس حتى الحاجه الثانيه بلاقي محدث. دلوقتي زمايلي بدل مثلا انا بتمنى من ربنا مثلا شقه نظيفه او او او, أو شغلانه مثلا تقدر توفر لي معيشه نظيفه، مش لاقي، فالاقي دلوقتي زميلي مثلا اللي كان معايا في التخته بقى عنده فيلا، بقى عشت ابص له مثلا، ببص لنفسي انا واقول اشمعنى؟ يعني مش النفس ضعيفه، فبتمنى من ربنا ان بنبقى طيبين بس يعني. بس خلي بالك انت ربنا يعني ابن الراجل الطيب ده راح ما جاش، انت ممكن تروح ما تجيش وانت عندك عيال، ما هو برده طبيعي. احنا مسافرين يا استاذ عمرو، الاستاذ اللي بيقول انتوا سفركم نسبه نجاحكم في الرحله 1% و99% قد كده، انت فاقد الامل في مصر 99% فبتطلع ل 1%. طبعا انا قدمت في كذا شغل يعني ما فيش حاجه، وبعدين دلوقتي ربنا يفرج كربكم وييسر اموركم. يعني انا حبيت اقدم لحضراتكم هذه الفقره 3 نماذج، رغم ان هم فشلوا في الهجره غير الشرعيه لكن بعضهم ما زال يفكر. لازم احنا كمان نفكر هم بيفكروا ليه في الهجره غير الشرعيه، عشان نعرف ان احنا نفسنا كدوله كنظام كحكومه جزء من هذه المشكله. اللي يخلي بني ادم يفكر يهاجر عشان نسبه نجاح 1% ووفاه 99%، بالتاكيد المسؤول عن ده لازم يفكر ويحاسب نفسه ويحاسب ضميره ويشوف هيعمل ايه عشان ده ما يكررش تاني. ده النماذج اللي انا حبيت اقدمها للناس، دول ناس محترمين، ناس شرفاء. مين اللي يتحاسب عننا سعادتك؟ انا مش بحاسبك انت، انا بحاسب لا، مين اللي يتحاسب عننا احنا كضحايا؟ المفروض اللي سامعيننا دلوقتي واللي المفروض يعني انا كلامي واضح اظن. الحكومه بتاعتنا حضرتك مش عامله، انا كلامي واضح ولا انت مش فاهم كلامي؟ لا انا فاهم كلام حضرتك، يبقى كلام واضح. الحكومه بتاعتنا مش عامله لنا حاجه حضرتك، ربنا يستر عليكم علينا يا رب ان شاء الله. بشكركم جدا جدا. دي كان الجزء الاول من ملف الهجره غير الشرعيه لمجموعه من الشباب. اب مكلوم فقد ابنه، 2 شباب ضحوا بحياتهم فترات وما عندهمش مانع يضحوا تاني في سبيل لقمه عيش حلال مش لاقيينها في مصر، بيدوروا عليها بره مصر، لعل وعسى حد يفوق ويصحى ويحل هذه المشكله. الاسبوع الجاي نكمل معاكم هذا الملف الشائك، تابعونا بعد الفاصل.